جديدة وموعد جديد من برنامجكم الأسبوعي تقاقي بالندى، الموعد اللي كنحاول نقدم لكم فيه مجموعة من الأخبار والهيدات البوز سيغ انترنت. ولا حديث هاد الأيام هادي إلا عن ما بات يعرف بظاهرة التشميل، ظاهرة ولينا كنشوفوها كتير بعد ما طورت ولات من لباس أنيق للحديث عن ظاهرة إجرامية ولات كتهدد سلامة المواطنين. ولينا كنشوفو في صفحات الفيسبوكية صور لشباب انتشرت كتير لشباب ولو كيعرضوا الأسلحة وكذلك المسروقات ديالهم وكذلك النقود ومتباهين بساعات وكذلك غادي نتعرفوا على هذه الظاهرة بشكل كبير وبشكل عميق. مشرفني داخل بلاتو شفتي في أستاذ علم الاجتماع أحمد حلق، مرحبا بك أستاذ. شكرا لله. طيب شفنا هذه الظاهرة هذه ولات متفشية كثير يعني خصوصا هذا الأسبوع هذا، نتكلموا على الظاهرة ونتكلموا معنى هذه الكلمة ديال تشرميل. وفي الحقيقة هي كلمة شعبية، كلمة شعبية كتعبر على واحد نوع من سلوكات عند بعض الفئات الاجتماعية. هاد السلوكات اللي في الحقيقة كتعبر على واحد النوع بحال كيقولوا الفرنساوية ديفولمون بيرسونيل، لأنه كاين الجانب ديال علم النفس الاجتماعي حاضر هنا بقوة، وبالتالي أنه هو في نفس الوقت يعني بالإضافة إلى ديك الديفولمون أنه هناك مكاسب كيقلبوا عليها، يعني هناك عنف ولكن كذلك هناك محاولة للحصول على غنيمة قد تكون مالية قد تكون مجوهرات بحال اللي قلتي، قد تكون واحد مجموعة ديال الأشياء، وهذه بطبيعة الحال في عندها واحد مجموعة ديال الأسباب، أقول الأسباب ولكن ماشي مبررات. وهي في الحقيقة ظاهرة يمكن لا تفشى أكثر. قبل ما نتكلموا نعم. على الأسباب ديال هاد الظاهرة نتكلموا على منين جات الظاهرة. كنا في الاول كنسمعوا التشرميله في الكوزينه، دابا ولينا كنسمعوا التشرميله وتساوي يعني عمل اجرامي. نتكلموا على هاد الظاهره هذه وشنو بالضبط منين جات. هي نتيجه لواحد السلوكات اللي يمكن لي نقول في كلمتين، هو داك التنافر اللي كاين ما بين المجال والمجتمع، وهذاك التنافر اللي كيجعل انه هو واحد النوع ديال التعبير عن الغضب لوضعيه اجتماعيه ومهنيه معينه عند بعض الفئات الاجتماعيه اللي هي كتعطيها الظاهره ديال الترميل. ما غنمشيش بعيد باش نقول لك انه هو ربما اذا بغينا شويه ندخلوا في الفلسفه غادي نقول انه حتى ذاك اللون ديال هذيك الشرموله راه غادي يعطينا واحد النوع ديال العلاقه مع بعض النتائج لقدر الله ديال هذه القضيه ديال التشرميل، بمعنى انه ملي كيستعمل العنف راه كيخرج واحد شي حاجه اللي هي فيها نفس اللون الاحمر وهو الدم. فهمتي؟ وانه هو التشرميل كيبان لي انه هو في الكلمه كاين واحد الحده قويه في العنف، بمعنى انه هاد الناس وصلوا لواحد الدرجه ديال الحب لا شعوري لي هذاك الدم، في الوقت اللي كان حنا عندنا في التقاليد ديالنا انه هو ذاك العنف الداخلي كنخرجوه بهدوء عبر الاضحيه، واحد المجموعه ديال الاضحيات واحد المجموعه ديال الحفلات كتدوز عبر هذه القضيه ديال سميتو تبدل. كنتكلم هنا على النفس علم النفس الاجتماعي تبدل ومشى عند هاد الناس هادو اللي هما بطبيعه الحال اللي عندهم لا اونتغيم يسمح لي العباره لا ملا ولا دين، انه هو يكون ديفولمون عبر ذاك الحموريه ديال الاشياء اللي هي العلامه ديال في الحاله هذه العلامه ديال العنف، على اساس انه هو تكون الغنيمه، وهذيك الغنيمه يكون مصحوب معها هذاك الجانب ديال العنف اللي يمكن يؤدي حتى الدماء. يعني كذلك شفنا في الصور يعني من غير يعني العنف ومن غير يعني هاد الغنيمه ديال كينشرو يعني كيتباهوا بها يعني. بطبيعه الحال لان في الثقافه ديالهم هو انه هنا تباهي وهنا افتخار اننا راه قمنا بعمل اجرامي ودرنا وفعلنا وتركنا وهل غنيمه. وانا كنذكر بحال اللي سبق لي قلت لك قبيله في الكواليس انه هو في المدينه اللي كتبقى تكبر راه كاين تباهي انه هو راه عنده سيكاتريس من هنا حتى لهنا، انه سبق له دخل الحبس انه باش كيكسب داك ما يسمى بالفرنسيه لا نوتوريتي، وانه يصبح اقوى ويصبح مهاب.
بمعنى انه اذا ما حديناش شي سميتو هذا الداء من لي غاسين ديالو اكيد كيمكن له لا قدر الله يتفشى اكثر، وديك الساعه تكون عندنا صعوبه الايقاف ديالو. نعم كنشوف دابا استاذ انه يعني باقي الحجم ديالو ما كبرش، يعني باقي يمكن يعني سيطر عليه. من حسن الحظ، من حسن الحظ راه كاين محاوله السيطره ديالو، رجال الامن ومتخصصين في الكريمينولوجي بشتى الدرجات ديالها راه قايمين بالدور ديالهم. وبطبيعه الحال انه هذه انا كنعتبرها غير بدايه، نتمنى ما تكونش فيها يعني تطور وتضخم، ولكن بطبيعه الحال اللي هو اكيد هو انه اذا ما تصديناش ما هو غادي يمكن نطيحوا في مشكل اعواص، والتصدي يمكن كيكون بطرق مختلفه يمكن نشوفها فيما بعد بما فيها الطرق المباشره والطرق الغير مباشره. طيب نتكلموا قبل ما ندخلوا يعني لها الطرق هذا، نتكلموا على واش يمكن القول ان الاوضاع الاجتماعيه كتساهم يعني ساهمات يعني في تنامي الظاهره. اكيد اكيد هي كاين بحال قلت قبيله كاين اسباب متعدده بما فيها الظروف الاجتماعيه، بمعنى انه هو السبب الرئيسي هو ديك الوضعيه الاجتماعيه العامه بالفروع ديالها والتشعبات ديالها اللي يمكن يعني كتربط ما بين هو الاجتماعي والسوسيو اقتصادي والسوسيو مجالي اكسيترا. اكيد اكيد انا هنا التربيه دمجتها في القضيه ديال الاجتماعي، بمعنى التربيه ماشي غير ديال المدرسه كذلك ديال العائله وديال الشارع، اكيد هي اللي كتجعل انه هاد الناس راه يمكن في الاول كيكونوا هما ابرياء، لانه في البدايه راه كيكون ما عرفش راه شنو كيدير، اما حيت باقي ما تعلمش ذاك العنف علموه له لي شاف ديالو، لان كاين لي شاف وكاين لي سو شاف، او حالات اخرى اللي كيكون هو خارج عن الوعي ديالو عبر الحشيش عبر القرقوبي عبر واحد المجموعه ديال الاشياء مخدرات اللي كتجعلو انه هو كيمكن يتحدى حتى ذاته باش ينوض ينفذ واحد العمل اللي هو عارف في الحاله اللي كيكون عاديه فيها انه ما كدارش. طيب غادي نكملوا حديثنا استاذ، ولكن غادي نتوقفوا مع واحد الاراء ديال الشباب المغاربه اللي طاقم شوف تيفي خرج وسولهم على هذه الظاهره، وتعمدنا اننا نسولوا شباب وشابات يعني اللي في هذا لاج ديال هذه الظاهره ديال التشرميل، وكانوا هادو الاجوبه ديالهم غادي نشوفوهم لحظه. نطلب غير من الريجي ديالنا انهم شرميل فهمتي بواحد النوع بنادم باغي كيبغي يلبس، فهمتي بحال بنادم خاصو يلبس دابا ودادا وتشرميل، كيبغي يلبس النايك، كيبغي يلبس اي حاجه، يبغي يدخل واحد سبور. ضاربه هذه ب 22000 1200 انصوب كامله سورفيت اوريجينال فهمتي، وزير قراق كاين اللي مشرمل ودري زوين سبور شيف كيتريني وشي عزيز عليه السبور، حيت شرميل تخدم من السبور، دري السبور هما اللي تيهزو جنويات وتيضربو داك الحسانات. دابا كاينه شي وحده كتكون لابسه السبور بحال هكا عندها السبور كيعيطوا لها بداك المصطلح ديال المشرمله، وكاينه اللي عارفه الوقت كيفاش دايره ملي كتهضر مع بنادم في الواقع كيعيط عليها المشرمله. صراحه الشرميل بحال التشمكير، دابا حنا كلاس وكاين شي وحدين تشرميل عاوتاني فهمتي، هذيك كيبداو يعايروك دابا مابقيناش كنلبسو ولا خاطين هذاك الشيء سورفيطاج ولا هذاك الشيء، ولا دابا هذاك الشيء مكلمان تلبس هذاك الشيء كيليمين. الشرميل زوين اش كنعرف عليه كذا بقى زوين خيام، حيت الشرميل اللوت في الاخر ولا حبس. الشرميل ماشي ما عمره ما كان عندنا في بكري في السبعينات عند والدينا ما كانش، يعني حتى الالفينات عاد باش ولا الشرميل، وانا من صغر انا ربوني والديا. دابا اللبس اللي ولا دابا كتلبسها شي توني عادي كيبقى عليك الشرمو ولا الشرشوره صافي مشبوه هذا الهيت. انا مشرمل غير في لبسي، اما في نفسي النيه صافي والقلب بيض. بحالك الشرميل جاي من 04 من الحي مولاي رشيد خلطوا بزعلوك ولا شرموله مكاده، ولكن داكشي راه ما كيخلعش اخشي، داكشي راه والو كاين شي سلاح كاين شي، دابا خص الفراد داكشي راه مابقاش كيخلع. اذا مشاهدينا كيف ما شفنا كانوا هادو اراء شباب حول ظاهره التشرميل. استاذ الحراق شفنا هاد الاراء ديال هاد الشباب هذا، شنو تعليقك على هاد الاراء هادو ديالهم؟ و يعني هو التعبير بعد الكلمه هي في حد ذاتها يعني كتخوف. احنا عطينا بعض الشروحات على المستوى السوسيو لينغويستي، الشيء ملي كيكون الناس كيتحلوا بالمواطنه ابتداء من هذه الفئه ديال الشباب الى الطبقه المثقفه الى اخره، حين كتطور المجتمع وكتطور معه بعض الكلمات
هذه الكلمات خصو يكون اجتهاد عبر وسائل الاعلام عبر المدرسه عبر الشارع الى اخره. وبالتالي ان واحد المجموعه ديال المصطلحات كيمكن لا تبان الو فواحد المجموعه ديال الدول هذيك المصطلحات اما كيحتفظوا بها اذا كانت كتبان ايجابيه او لا كيحاربوها بواحد الطريقه ذكيه باش كتمحاها من القاموس حتى الشفوي اللغوي. وبالتالي انه هنا كيبان ليا من بين هاد دابا هاد العبارات بحال هاد القضيه ديال الترميل ديجا لغويا كيخصنا نحاولوا كيفاش انه نحدوها. هنا خص يكون المجهود ديال الاباء وديال المدرسه وديال الاعلام انه بيتحدى هذا، لانه ملي غادي نحدوها غادي نساهموا في الحد ديال الظاهره. كيبان انه هو واحد المجموعه ديال الشباب اللي كيتبناوا هاد العمليه ديال الترميل لانه كيلقاو ذاتهم فيها، انه كيخرجوا داك العنف اللي عندنا حنا كلنا وكل واحد فينا كيخرجوا بطريقتنا او باخرى، انه هو ولكن واحد المجموعه اللي هما غير تابعين التيار. نعم تابعين التيار، اما قضيه ديال الجوار او قضيه ديال الصداقه او قضيه ديال 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 الموضه والمعرفه الخاطئه للموضه اللي هما لقنوها لهم الاخرين. نعم، وكيف ما شفنا يعني في التصريحات ديال الشباب يعني كينتهجوا واحد الاسلوب واحد الكلام يعني بيناتهم، يعني ربما اللي يعرفوا غير بيناتهم يعني مليء بالمعاني وبالالغاز يعني. بطبيعه الحال دابا انا عايش هذه الظاهره بطريقه اخرى ولكن اقل عنف، واخا بعض المرات كانت شويه عنيفه وكان فيها سلاح ناري. هذه في القضيه في فرنسا وعندهم واحد المجموعه ديال الالفاظ اللي هي بحال اللي قلتي هو اللغه ديالهم اللي هو كان الفرنسي العادي ما كيفهمهاش، ما يمكنش يفهمه. هنا كذلك دابا اذا جلستي معاه ودرتي معاه واحد 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 الحوار واحد الجليسه تلقى واحد المجموعه ماشي غير الترميل، واحد المجموعه ديال الكلمات اللي ما يمكن لك تفهم غير بعض الكلمات اللي هي انترميديير ما بين كل جوج كلمات. يلاه اذا فهمتي واحد الكلمه ما تقولها حد، وهذيك الكلمات كلهم خصهم يعبروا على واحد شي اشياء اللي حنا اللي كنعتبروا راسنا انتر كيومي مربين، انه هو كنعتبروا انه هو راه خارجه عن السلوكات السليمه ديال 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 الانسان داخل واحد المجتمع. ولكن هما بالنسبه لهم انه هو سي تا لا مود، وانه بالنسبه لهم انه هو راه كيكونوا مفتخرين باستعمال ديك الكلمات اللي كتعبر عن سلوكات معينه اللي موجوده خصوصا في الوسط الحضاري. نعم استاذ الحرق، كيف ما جاء على لسان واحد شاب يعني قسم هذا الترميل، قال لك الترميل في النفس ماشي في اللبس، يعني الى اي حد يمكن ان نقسموا هذا الترميل؟ واش هو يدل على فعل اجرامي محض يعني بهذا السكاكين اللي كيشعروا ربما وهذا، ولا يعني غير في اللبس ديالهم، طريقه ديال الموضه، طريقه ديال الكلام ربما؟ هو كله ثقافي يعني فكري عقليه، بمعنى انه هو في جميع الاحوال. دابا انا كيفكروني في هذه الصوره هذه، كيفكروني داك الشيء اللي كيجرى بعض المرات في بعض الدول الاسيويه بما فيها الهند، هذيك اللي كانوا اولا في اولا عند تماما اولا في العراق ولا داك الشيء، يعني داك الشيء خايب. انا بغيت نقول انه العقليه هي اللي كتحكم، واخا يكون بعض منهم انه ما كيبغيش يقصد في الطريق في لا شعور في الشعور عفوا ما كيبغيش يقصد انه هو راه كيستعمل العنف وكيمارس العنف، يمكن على ذاته ويمكن في المرحله الثانيه حتى على الاخرين. ولكن في جميع الاحوال راه المحرك ديالو اللي عنده في فرنسا هو اللي كيجعل انه هو كيدفع بانه يدير حاجه او اخرى، او مثلا يمكن يقوي هذاك العمليه ديال الترميل مع ذاته حتى مع الاخرين. اكيد انه شي وحدين كيسحب لهم انه هو ظاهره الموضه عاديه تتعلق باللباس، تتعلق بحركه معينه، بموسيقى معينه، بممارسه مجالات معينه. انت شفتي انه ماشي كلهم كيبقاو مثلا في مولاي رشيد او في النسيم الشعبي، ولكن كيجيو وكانهما كيطالبوا بحقهم في المجال الراقي بحال دابا وسط المدينه، البرنس، المنار، المعارف الى اخره، وتما كيمارسوا التمكير ديالهم. بمعنى انه هناك في جميع الاحوال ثقافه مكتسبه، وانه ثقافه مكتسبه كيمكن انه يدبرها بطريقه شعوريه وطريقه لا شعوريه، وهو اللي عنده كيدير لها تقدير. واش انه يكتفي انه داك اللباس ويمارس واحد النوع من العنف على ذاته، او لا انه هو بالاضافه الى اللباس انه يمارس العنف على الاخرين، خصوصا انه هو في البدايه ظاهره لباسيه ديال الترميل كطلب واحد الاستثمار. راه الشيء اللي كاين لي مارك
مارك فلانيه مارك فلانيه مارك فلانيه وباش يشري سيرفيت بلا مارك ولي زيسبادري بلا مارك راه خصو ميزانيه ديك الميزانيه خصو يخرجها من شي حد اللي هو كيعتبر راسو انه هو هذاك عنده وانا ما عنديش اش من حق هذاك عنده واش من حق انا ما عنديش وبالتالي كيدير جوستيس لوي ميم. طيب غادي نتوقفوا مع واحد التصريح ديال واحد الشاب يعني المصالح الامنيه تمكنت خلال بحر هذا الاسبوع من توقيف واحد ثلاثه ديال الشباب يعني من هذه الظاهره ديال التشاميل هذا. غادي نسمعوا ليه هو يعني كيصرح وكي غادي نسمعوا التصريح ديالو ونشاهدوه جميعا. كما شفتوا باللي تنشروا علينا شي صور واللي هي احنا مصورين بدراجات ناريه واحذيه وساعات يد باهظه الثمن وكما شفتوا هذوك التصاور فعلا ديالنا ولكن التصاور اللي احنا تلاحوا شي تصاور اخرين فيهم النقود وداك الشيء وهذاك هذوك التصاور غير هذوك النقود ماشي حقيقيين غير تريكاج لان احنا اللي احنا التصاور ديالنا في الكونت ديالنا في فيسبوك وجات شي صفحه الادمين ديالها خدا الصور ديالنا ودار لهم فوتوشوب ولاحهم باش يشوه الصوره ديالنا وحنايا راه مسالمين وما كنديروش شي حاجه خارج عن القانون. طيب استاذ الحلقه شفتي يعني هذا واحد من المشتبه فيهم اللي كانوا كينشروا صور ديالهم تمكنت يعني المصالح الامنيه من توقيفهم بحر هذا الاسبوع كيفاش جاك يعني هذا التصريح ديالو؟ وهذا راه ذكي اللي وصل انه هو العلم ديالو بالفوتوشوب وانه هو يمكن دابا الوسائل ديال الانفورماتيك انك تلعب بها سي سيغ كاينه هاد الامكانيه ولكن اذا مشينا للمستوى ديال الثقه واش غنثقوا بوسائل الاعلام ورجال الامن او لا غنثقوا شي واحد اللي هو في الدومين يمكن انه هو عن وعي او عن غير وعي كيدافع على الظاهره واللي خطير اذا لاحظتي معايا انه هو كيتكلم على احنا شكون حنا بمعنى راه كاينه مجموعه كاينه يمكن تكون شبكه وهذا راه خطير. انا متاكد انه هو سلطات امنيه راه كتدرس القضيه في الدقه ديالها ونتمنى انه حتى على المستوى الاكاديمي يوقع بحوث على هذا. حنا كنا بدينا داك العنف ما بين المجال والمجتمع لان راه عنده اسباب باقي ما تكلمناش على الاسباب ولكن الاسباب راه مهمه حين كنعرفوا الاسباب راه كنعرفوا سميتو الرئيسيه بالضبط. كاين انا في نظري كاين الهجره سميتو كاين الهجره بصفه عامه الحضاريه والقرويه وانه هو ملي كتوقع الهجره وكيكون انه المجال المستقبل ماشي مهيئ باش يستقبل هذاك الضيوف المهاجره كتلقى هو عنده ثقافه الاصليه كتصطدم مع الثقافه الجديده خصوصا اذا كانت الهجره قرويه مع الهجره الحضاريه وهذا كتبغي تقول انه ما كاينش شي تجهيزات اجتماعيه وثقافيه ورياضيه ما كاينش وسائل العمل في غالب الاحيان كي كيهاجر كيجي ما كيكونش كيقرا دونك اني با اوكوبي اذا ما كانش اوكوبي خصو يقلب على المجال فين يشتغل فيه هذا مهمه. كاين القضيه ديال الكثافه السكانيه بمعنى ان المدينه الكبيره اذا ما هيئتيش هاد لي ستركتور ديال الاستقبال وديال التاطير توقع سميتو وهذيك الازمه ديال المجال الضعيف والفقير هو اللي كيجعل انه باش كيجي للمدينه الكبيره. اذا كاين سوء توزيع ديال الساكنه وكاين تمركز ديال هذه الفئات في اماكن معينه بمعنى انه كاين احياء اللي كنسميوها حنا الشعبيه الفقيره منها كتلقاهم انهم متمركزين تما ملي كيتمركزين راه كتلقى ان هذه القضيه هذه قد تكون اكثر ولكن لاحظنا انه واحد النوع ديال الحراك سوسيو مجالي نحو اللي كنسموه المركز الاصلي ديال المدينه كيمشيو يمارسوا فيه. هذا المركز يمكن يكون مركز حضاري مجالي ويمكن يكون مركز اللي كيتجمعوا فيه الناس. قبيله شفنا انه واحد مسجد الحسن الثاني اللي هو دابا الضاحيه ما كتعرفش غير مع الاسف المسجد ما كيستقطبش غير المصلين ولكن كيستقطب حتى واحد المجموعه ديال الفئات بما فيها اصحاب ديال الترميل. كذلك كاينه البطاله عند الشباب الوغ اذا كان ما كيقراش وما كانش كيخدم وهو باقي في القوه ديال الانتاج ديالو التاويله ديالو ديال الحركيه ديالو خصو يمشي انه هو بحال كيقولوا فرنساوي يضيفوا لا كيلك با. اذا ما كانش عنده لو تيران ديال الفوتبول ديال واحد المجموعه ديال الحوايج اللي كيلقى فيها ذاته ديال اللي غادي يفرغ فيها سميتو القدرات والقوه ديالو
اذا ما كانش دور الشباب كتاثر، اذا ما كانش واحد المجموعه ديال الاشياء، اكيد انه هو غادي يلجا لهذا العنف. كاينه اسباب متعدده، وهذا فيها واحد النوع المباشر وغير المباشر ديال كيحس براسو انه هو هذاك المجتمع الجديد اللي وافاه، وهذاك المجال اللي هو غريب عليه انه كيرفضوا. تخيل ان واحد جاي من العروبيه ومشى لموروكو مول، واش من علاقه في الحياه، نمط العيش، وبالتالي كيشوف انه هو الاثمنه، كيشوف ذاك الجمال ديال الاشياء كذا، وكيلقى راسو انه هو تو بوتي 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 حدا واحد شي حاجه اللي هي ايمونس، اللي هي ليكسير، يعني تاقلم تماما. وبالتالي انه هو المشكل بصفه عامه، وانه هو هذاك الانسان خصنا الطرق اللي غادي نطلعوه بها، ما يسمى باللغه العربيه التاهيل ديال ذاك الانسان، باش يمكن يوصل انه هو ديجا لواحد المستوى ديال المدينه اللي كتستقبل. هنا كنتكلموا بالخصوص على الدار البيضاء، بمعنى ان هناك تفاوت، واصعب حاجه هو انه يكون تفاوت ما بين الانسان والمجال، بمعنى واخا دابا المجالات ديالنا فيها في الاغلبيه ديالها فيها نقص تجهيزات، نقص التأطير الى اخره، ولكن الأسوأ من هذا انه هو هذاك الهجره، هذاك المستوطن الجديد هو ما وصلش حتى لمستوى واحد التجهيزات اللي ديجا كاينه. لذا هناك مجهود هناك مجهود عندنا احنا كلنا باش نقوموا به في العمليه ديال الاندماج. هذا في الوقت ديال المجيء ديالو، بمعنى كيكون طرو تاغ، انا راه جا ديجا. اما في الحقيقه يمكن الوقت ما غادي يسمح لناش نديفلوب هادشي كله، ولكن في الحقيقه راه خصنا نرجعوا للاصل، بمعنى علاش المدن الصغرى وعلاش المجالات القرويه كيهربوا من الناس. هذا موضوع اخر وشائك جدا، نتكلموا فيه من بعد. نعاودوا نرجعوا للقضيه ديال التشرميل، ويعني هاد الناس اللي كيتباهوا بهذا الشيء والاسلحه كذلك، واش ما كتشوفش انهم يعني في تحدي منهم، يعني انهم كينشروا هذا الشيء لرجال الامن ربما؟ غادي تكون شي نسبه ضعيفه جدا منهم، غير هو اللي اكيد من حسن الحظ ان احنا عندنا في المغرب مازال كاين الهيبه من رجال الامن بمختلف لي كاتيجوري ديالهم. اوغوزمون في بعض الضواحي الفرنسيه والايطاليه والاسبانيه كاين هناك تحدي كما ينبغي، لان هو المفهوم ديال حقوق الانسان عند هاد الناس اللي هما فحال ديال التشرميل ومفهوم خاطئ، هو انه التحدي ديال الجميع بما فيها رجال الامن. من حسن الحظ انه هو رجال الامن حنا عندنا في المغرب انه باقي عنده ذاك بحال اللي كنسميوها حنا الهيبه، وباقي عنده هو السلطه، وانه هو حين كيلقوا القبض عليه راه كيحسبوه حساب. هو كاين، هو ما كاينش شي غير الزروطه اذا صح التعبير. كاين حتى في النظام ديال العقوبه، يعني بطبيعه الحال خص يكون اعمال قبليه لهذه الظاهره، وخص انه هو المجتمع المدني يتحرك، نظن انه هو لو ميو بلاسي باش سميتو يشتغلوا مع علماء النفس، مع العلماء الاجتماعي الى اخره، ولكن كذلك انه حتى على مستوى الامن من البوليس نحو القضاء بما فيها المراكز السجنيه وداك الشيء، يكون هذا الجانب ديال المعالجه النفسانيه لان مهمه جدا، وانه هو هما كيديروها للحاجه. المشكل هو اعمق، ليس هناك تحدي، وبطبيعه الحال واحد فينا ممكن يتمنى انهم يتحدوا، ولا وصلنا للتحدي راه مشكل اخر، ولكن هما في حاجه انه يفرغوا ذاك العنف ديالهم اللي هو داخلي. انا قلت قبيله كل واحد فينا شي كيخرجوا بالسبور، شي كيخرجوا بالكتابه، شي كيخرجوا بالقراءه، هما سميتو هما انه هو باش يعتبر راسه انه هو يحس براسه انه هو كائن وانه هو فعال وموجود الى اخره، خصو يمارس هذاك العنف لفرد ذاته في هذا المجتمع وفي هذا المجال، وبالتالي بمصاحبه ذلك خصو انه هو يكون ذاك الشيء ايجابي، باش يمكن انه يلبس، باش يمكن انه هو يتقهوى، باش يمكن انه يتحشش الى اخره، دونك خصو يجمع سميتو الغنيمه. طيب نتكلموا استاذ الحلقه يعني في اخر محور على المقاربه الامنيه، وغادي نستمعوا لحظه لواحد صريح ديال عبد الاله سعيد رئيس الشرطه القضائيه الدار البيضاء الكبرى، اللي غادي ندلى لزميلي احمد شرقي فور يعني الوضع اليد على هذا المشتبه بهم. في إطار الحملة اللي كانت منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اللي كتظهر مجموعة ديال الأشخاص كيرتديوا ألبسة معينة، كيحملوا أسلحة بيضاء معينة، كذلك كيحاولوا يتميزوا بأنهم بالحوزة ديالهم هواتف نقالة ذكية ومبالغ مالية مهمة.
الأبحاث باشرتها المصالح الأمنية بالدار البيضاء تحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجاجية بالدار البيضاء، وتعطات تعليمات باش تفتح بحث في هذا الشأن. وبالفعل أن المصالح الأمنية خاصة الشرطة القضائية توصلت لتحديد أولا الهوية ديال الشخص اللي كيقوم بترويج هاد الأشياء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك توصلت لواحد بعض الأشخاص اللي ظهرت الصور ديالهم، ومن بعد البحث معهم تبين بأنهم لا يعدوا أن يكونوا، لا أقول حركة ولكن أقول حالة شبابية تريد أن تتميز وأن تظهر نفسها بأنها ليست كالآخرين عن طريقة تقليع أو الحلاقة، كذلك عن طريق اللباس المميز والساعات الأحذية الرياضية، كذلك الدراجات النارية. طيب كيف ما شفنا أستاذ حلق، يعني رجال الأمن يعني داروا حملات وتمشيطية كذلك لأجل يعني وضع الحد يعني لهذه الظاهرة اللي تفشت بشكل كبير، شنو يعني تعليقك على المقاربة الأمنية؟ دابا ملي كيكون الحدث هنا ليس لنا خيار، والدور ديال الأمن هو أنه تحقيق الأمن، هذا الدور الأساسي ديال الدولة ككل. ورجال الأمن من حسن الحظ أنه هو في المدن كالدار البيضاء عندنا الأمن متطور وتقنيات عالية على مستوى الفكري، ولكن كذلك حتى على مستوى المقاربة الأمنية بصفة عامة. هذا الحدث كاين اوغوزمون اللي سميتو اللي راهما كيفكروا رفضوا باش انا بحال كيقولوا الفرنساوي ديمونتولي هاد لو ريزو، لان سينو غادي يتفشى، وبالتالي ان يمكن ما بقاش نقدروا نشدوا الترامواي ولا نمشيو كاع في الشارع الى اخره، وهنا غتكون الله يستر حالات طوارئ. ولكن واخا ما يكونش العنف على الاخر بطبيعة الحال، انا متاكد ان الوسائل ديال القوى ديال الامن انه كتتدخل حتى اذا شافوه كي بطبيعه الحال كيمارس العنف على 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 على, على ذاته. نتمنى ان هو هذه الظاهره ان السلطات الامنيه، ولكن ماشي هما بوحدهم، لان خصهم ولا بد ما تكون مساعدات باش نعرفوا انه هو الاصل الحقيقي ديال المشكل، وبطبيعه الحال هما مع واحد المجموعه ديال الخبراء غادي يعرفوا لنا انه هو شنو هي الحلول، لان قدكم الحلول ماشي دائما كتكون غير امنيه جذريه. علاش؟ لانه هو لا قدر الله يمكن هاد الناس تستغلهم اطراف معينه، قد تكون وطنيه وقد تكون خارجيه، وهنا يمكن تكون المفاجات لا قدر الله رشناها في واحد المجموعه ديال الدول. غير هو اللي اكيد باش نرجعوا له، اكيد انا متاكد لانه درنا شي بحث في هذا الشيء هذا، ولقينا انه هو المواطن إذا لم يتفرج يتفجر، ساسيسيون ما عندناش. وبالتالي أنه هو المرحوم إذا صح التعبير فرانسوا ميتيرون واحد الوقيته لاحظ أنه هو واحد المجموعة ديال الشباب المهاجرين الأغلبية ديالهم مغاربيين، أنه في الشهر ديال جوي أوت فرنسا ما عندهمش الإمكانيات باش يمشيو أون فاكونس، وبالتالي كيبقاو لا قراية لا والو حيت هما عطلة، وبالتالي كيمارسوا العنف، مشاو وشغلوهم وصبحوا انهم كيعتبروا راسهم انه فاعلين ايجابيين في المجتمع، كيديروا واحد السيجور ديال 20 جور، واحد كاين واحد السيجور كنت فيه كنت مسؤول عليه ملي كنت الوجود ديالي تما، وبالتالي كيخلصوا لهم داك السيجور باش كيمشيو كيرمموا واحد السقايه معينه او بنايه معينه، وداك الشيء هو كله نفساني. وفي نفس الوقت كيعطيو انه هو في لابريميدي يمشي في الصباح كيخدم، في لابريميدي كيمشي كيدي فولا في السكينوتيك في الفوتبول اكسيترا، في العشيه كيديروا اون سورتي، وبالتالي كتلقى انه هو داك الشاب اللي هو كان عنيف من خلال كاع السنه او في ديك الوقيته اللي هو ديال الفراغ ديالو ديال العطله، في الوقت اللي كيشد داك 20 جوغ كيلقاه هادئ، وكيلقى انه عطينا درنا التجربه انه عطينا له واحد في كاع المسؤوليه، واحد عاد خرج من الحبس، واحد من اصل كان جزائري عاد خرج من الحبس، عطينا له المسؤوليه ونجحها. علاش؟ لانه هو بحال رد الاعتبار، بحال الاعتبار انه كاين مشكل نفساني، لا بسيكولوجي ديال الاسباس موجوده هنايا، لانه هو ضروريه. اذا مشينا ولقينا الخلل على مستوى التربيه، لقينا الخلل على مستوى لا توازن ما بين المنظومه ديال التربيه والتكوين اللي كتطور ماشي بالسرعه ديال ماشي بالسرعه ديال المجتمع كيتطور بواحد الشكل اكثر، اذا شفنا انه الشارع اصبح مسالم لعده اسباب بما فيها الخوف، كيصبح انه هو شنو كيبقى لك بديل واحد هو السلطات الامنيه.
ونتمنى ان هو هذا لو ريزو ان هو يتفش في اقرب وقت ممكن. نعم، الوقت يداهمنا استاذ الحرق، غير باش نختموا يعني كسؤال اخير، واش يعني ممكن هذه الظاهره يكون عندها تاثير على الاجيال القادمه؟ ممكن، ولكن ماشي بكثره، ماشي بقوه بحال اللي يمكن نستكشفوا من خلال التصريحات ديالهم، وخصوصا ان هو هذا راه ما كيشكلش حتى واحد في الالف غوزمون من الساكنه ديال الدار البيضاء، ولكن انا عندي يقين ان هو حين الناس غادي يشوفوا البرنامج ديالكم غادي يتضامنوا بطريقه اخرى مع هذه الفلسفه الامنيه عند رجال الامن، عند المسؤولين على البلاد، بانه باش على الاقل في المرحله الاولى يقلصوا من هذه الظاهره وبالتالي القضاء عليها، ولكن كذلك كيبان لي انه هو الاعلام خصو يتكلم عليها. يتكلم عليها ويتكلم انه ملي كنوقفوا كنديروا مثلا كنوقفوا العصابه خاصها تبان انه راه كتوقف، راه انه تعاقبت، راه انه هل النتيجه اكثر، باش كتعطي درس للاخرين، وخصوصا ديك الفئات، لان ملي كتشوف الصور راه واحد كاين اللي هو نفساني ضعيف راه ما يقدرش يخرج الزنقه. فهمتي داك الشيء مرعب ومخيف، ولكن انا عندي ثقه انه هو ان داك الشيء ان شاء الله غادي يتراجع في اقرب وقت ممكن. نعم، شكرا لك استاذ احمد الحرق على كل هالتوضيحات، وشكرا انك شرفتينا في بلاتو شوف تي في. كنشكروا لكم مشاهدينا حسن الاصغاء والمتابعه لبرنامجنا تقاقب الناس، واللي تعرفنا فيه على ظاهره التشرميل، واكيد شفنا فيه عديد من المحاور. كونوا اوفياء في المتابعه، في امان الله. We'll be right back.